أعزائي مشاهدي قناة ريفيو ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتكلمت مع حضراتكم عن سلسلة فيديوهات مقص المكنة الإبرة الواحدة في الكمبيوتر. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن الكامة بتاعة المقص. أنا عرفت حضراتكم إزاي تغيروا الشفرات أو السكاكين اللي هي السكينة الثابتة والسكينة المتحركة، ولسه الكامة بتاعة المكنة هعرفكم إزاي بتظبطوها. يبقى كده إحنا كملنا مجموعة فيديوهات المقص بتاع المكنة الإبرة الواحدة، وأنا بتأسف لحضراتكم إن أنا الأيام اللي فاتت ما كنتش متواصل معاكم فيها بسبب أجازة عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأتمنى من الله إن كله يكون في أحسن صحة وسعادة عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. هنبتدي مع بعض، وأعرف حضراتكم دلوقتي على المكنة ديت ازاي الكاميرا بتتظبط. انا فاك البلاكه اللي هو وش المكنه عشان يبان. هنشغل دلوقتي المكنه، انا كده هشغلها اهو وبقص كده. المقص المتحرك او اللي هي الشفره المتحركه مش شغاله معايا، هجرب تاني اهو، شايفين ما بتتحركش. هجرب تاني اهو ما بتتحركش. هجرب تاني مش بتحرك. طب السبب اللي خلاها مش بتتحرك ايه؟ هعرف حضراتكم ايه دلوقتي. لو سمعت عبد الله تعالى كده انت متصور. بصوا دي الكاميرا بتاعت الايه؟ بتاعت المكنه. دي الكاميرا بتاعت المكنه بتاعت المقص. ايه دي الكاميرا. بصوا يا انا فاككها كلها، فاكك الكاميرا كلها، عشان كده المقص المتحرك او الشفره المتحركه مش شغاله. انا هعرفكم دلوقتي دي بتتظبط الايه، بتتظبط دي ازاي. اول حاجه عايز اقول لحضراتكم ان لازم النطار ده، هات كده هنا عبد الله، النطار ده ممكن نظبط وهي فوق خالص كده واقول لكم على اللقطه بتاعتها، لكن وممكن نظبط وهي تحت خالص في اوطى نقطه خالص واقول لكم برضو على الايه، على اللقطه بتاعت الكاميرا. لكن المكنه دي، هات كده هنا عبد الله، المكنه الكمبيوتر بيكون فيها علامه، شايفين العلامه ديت؟ دي علامة اهي في الطارة بتاعت المكنة، وعلامة في الجسم بتاع المكنة. لازم العلامتين دول يكونوا على بعض، العلامتين دول يكونوا على بعض. لما العلامتين دول يكونوا على بعض، النطار هنا، النطار ده بيكون في أعلى نقطة ليه، في أعلى نقطة ليه. أنا عايزكم تعرفوا اللقطة ديت، تعرفوا اللقطة بتاعت النطار. النطار كده بيكون في أعلى نقطة ليه، أعلى نقطة ليه. اقرب شويه كده عبد الله. النطار ده بيكون في اعلى نقطه ليه؟ امتى بيكون في اعلى نقطه ليه؟ لما يكون العلامتين دول على بعض. العلامتين دول على بعض كده، علامتين باينين. لما يكون العلامتين دول كده على بعض، بيكون النطار في اعلى نقطه ليه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب اللقطه بتاعت الكاميرا ازاي بقى؟ لما يكون الاثنين اللي فوق كده، لقطة الكاميرا دي ازاي؟ الكاميرا ديت لها مسمارين، مسمار اهو ومسمار التاني اهو، لكن هنا في تجويف، هنا في تجويف، هنا ما فيش عند المسمار التاني ده ما فيش تجويف. الكاميرا كلها لفتها كلها ما فيش تجويف، لكن المسمار الاولاني ده في تجويف هنا، الحته بتاعت الكاميرا ديت اللي تبقى مجوفه اهي. باين يا عبد الله؟ شايفين الحتة دي، البوز بتاع الكاميرا ده عند المسمار بالظبط، بيكون في تجويف هنا كده، بيكون كده بالظبط. شايفين دي كمان ديت بنجيبها هنا، الكاميرا نفسها بنضمها عليها بتبقى كده بالظبط. هي دي اللقطة بتاعت الايه؟ دي اللقطة بتاعت الكاميرا، دي اللقطة بتاعت الكاميرا. ونربط كده ونربط بقى لينكيه تلاتة. دي لقطة الكاميرا زي ما انتم شايفين كده. طيب في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه نظبط بيها. هفك الكاميرا واقول لكم على الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اللي احنا بنجيب النطار ده تحت خالص. النطار ده انا بحرك المكنه عليا لغايه لما بجيب النطار تحت خالص كده. وبعدين بعمل ايه هنا لما اجيب النطار تحت خالص؟ بجيب ديت، ما اجيبش هنا بقى ديت، اجيب الجنب التاني اللي عند المسمار التاني ده،
وأم ضامم الجزء بتاع الكمة دي أم ضممها على إيه؟ على الكمة اللي تحت، وأم زي الكمة اللي تحت كده أجيبها للآخر كده. شايفين وضع المسمار إزاي؟ المسمار عنده أهو، المسمار دي عند الكمة أهو، أهو كده أهو، زي ما انت اهو بجيبها للاخر خالص. هقول لكم تاني، بضم الكمة دي على دي، والمسمار يكون محاذي لها كده، مساوي لها كده، وبعدين اجيب ديت للاخر، وبعدين اربط بقى لان كده لاتة كده كده زي ما حضراتكم شايفين. الوضع ده لما يكون النطار بتاعي تحت، لما يكون النطار بتاعي تحت خالص. نظبط بقى على الوضع اللي انا قلت لكم عليه ده. طيب عايزين نعرف سليم ولا مش سليم. انا هطلع النطار فوق وهجيب العلامه على العلامه، وهطلع النطار ايه، النطار فوق. شايفين هنا عامل ازاي كده عبد الله؟ شايفين هنا عامل ازاي؟ لكن انا يستحسن انا هفك الكاميرا تاني. يستحسن نظبط بالطريقه الايه، بالطريقه الاولانيه، ان انت بتاخد لقطه بتاعه المكنه وتظبط بالطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه اللي هي بنجيب العلامه بتاعه الطاره، علامه الطاره على العلامه بتاعه جسم المكنه، بنجيبها كده على بعض. بيكون النطار عندي فوق خالص، هات كده النطار عبد الله، بيكون النطار عندي فوق خالص. فاعلى نقطه ليه؟ لما يكون النطار فوق خالص في اعلى نقطه ليه؟ هو انا جاي مظبط الكامه اللي تحت. تعالى هنا يا عبد الله، هو مظبط الكامه اللي تحت. بجيب ديت الجزء الاولاني ده اهو، بحط، ممكن تخلي الانكيه 3 المقاس بتاعك هنا اهو كده، ونربط المسمار بقى هنا مقاس الانكيه 3. انا عامل فرق ليه؟ عشان لما تيجي تلف كده ما تخبطش. انا عامل فرق عشان لما تيجي تلف ما تخبطش. لو المسافه ديت انت لفيت بايدك وخبطت نبعدها شويه صغيره ناحيه الشمال، وبعدين نلف بايدينا الطاره نشوفها تخبط ولا لا. كده ما بتخبطش تمام، كده ما بتخبطش. شايفين المسافه عامله ازاي؟ هي دي الوضعيه بتاعت الايه، بتاعت الكامه دي الوضعيه بتاعت الايه، بتاعت الكامه بتاعت المقص. هربط جامد وبعدين نجرب. كده انا ربطت المسمارين وهقفل المكنه ونجرب. انا بقفل اهو، بعد ما اقفل هنجرب. انا بربط الدواسه قدامكم، انا ربطت ال الوش بتاع المكنة، هقفل نظبط الملي كمان بتاع الدواسة. انا هجرب قدامكم وهنشوف الظبطه كويسه ومظبوطه ولا لا. بسم الله. الفتله طويله، انا جربت الفتله، المقص قص والفتله طالعه طويله، معنى كده ان ظبطت الكامل اللي انا ظبطتها صح. هنجرب تاني. الفتله طويله والنطار بتاعي، يعني كده بص يا عبد الله، النطار بتاعي فوق اهو، النطار بتاعي فوق. لازم النطار يكون فوق بعد ما اخلص قص، لازم النطار يكون فوق. لو النطار ده وطي شويه كده يبقى فيه مشكله، دي مشكله تانيه، يبقى دي مشكله تانيه. هنجرب تاني مع حضراتكم اهوت. باين يا عبد الله الفتله باينه، بجرب اهو، باينه الفتله طولها اهي،
ومنتظمة، يعني ما بتقصرش وتطول خالص ولا تقصر شوية، لا الفتلة اهي طويلة اهي ومنتظمة اه. كده الزبطة بتاعتنا، كده الزبطة بتاعتنا مظبوطة بتاعت الايه الكامل. يبقى انا كده عرفت حضراتكم ازاي نغير الشفرات، السكينة الثابتة والسكينة المتحركة، عرفت حضراتكم ازاي نظبط الواير والعيار، لو العيار بنيجي نقص تلاقي العيار ما بيفتحش او بتقص الفتلة قصيرة، عرفتكم تظبطوا منها لو الفتلة قصيرة تظبطوها ازاي. عرفتكم النهاردة في الفيديو ده ازاي تظبطوا الكامة بتاعت المكنة اللهم صل على النبي، بتاعت المكنة الكمبيوتر الابرة الواحدة. ان شاء الله الفيديو القادم باذن الله هشرح لكم المكنة اللي هي السان ستار، ان اصدقاء كتير كلموني هم حوالي 2 أو 3 كلموني بالتليفون وقالوا لي عندنا مكنة سان ستار وقالوا لي على الموديل بتاعها، عايزين يعرفوا المقص بتاعها بيشتغل ازاي، لان المقص بتاعها مختلف شوية عن المكنة اللي ايه عن المكنة الحديث اللي نازل. فان شاء الله الفيديو القادم باذن الله هعرفكم ازاي بنظبط المقص بتاع المكنة اللي ايه السان ستار. وكل اللي عايز نعمل له اي فيديو لاي مكنه فيها اي مشكله يقول لي، وانا ان شاء الله باذن الله هحاول الايام اللي جايه ديت هجمع كل الناس اللي بعتت لي في التعليقات وفي الكومنتات عن المشاكل اللي عندهم في المكن، هكتب كله وهعمل فيديو باذن الله لكل اللي بعت لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.